حلقة النهاردة حلقة تقيلة ودسمة حبتين. مش هدفي خالص اني اضيف بعض الحبكات علشان تبقى قصة مرعبة اكتر او علشان اشد انتباهكم. هي حلقة بتحكي واقع، واقع مرعب للأسف. انا محمد خيري وده برنامج الراوي. لما بنحكي قصص مرعبة فالواحد بيبقى سقف الرعب بتاعه بيبقى عن الجن والعفاريت والأشباح والأرواح والأموات مثلا، حتى لو دي قصص حقيقية. لكن الحقيقة دايما البشر بيصدمونا بحقيقتهم وأفعالهم. تخيل لما انت تبقى كبني آدم مرعب أكتر من الجن والعفاريت. كل يوم عن التاني الواحد بيتصدم أكتر من البشر اللي جواهم كمية شر تكفي العالم كله. غلبوا الشياطين في أفعالهم وتدبيراتهم ملايين المرات. شياطين الإنس مش بس أفعالهم مليانة شر، لكن أفعالهم كلها خسة وغدر وعنف وحقارة. من قديم الأزل والدنيا مليانة بالقضايا والبلاوي اللي كلها شر. الموضوع أنا عارف إنه مش جديد، لكن تقريبا مع تطور المكان والزمان الموضوع بيبقى أشد بشاعة وفظاعة. القضايا اللي هنحكي عنها النهاردة مش إحنا اللي هنحكيها بنفسنا، اللي ارتكبوها هم اللي هيحكوها وهنسمع منهم. هنسمع شياطين الإنس بنفسهم وهم بيحكوا عن اللي عملوه، بيحكوا غدرهم وخستهم اللي طالت أقرب الناس ليهم. دي مش مجرد قضايا أو جرائم عادية بين البشر، دي جرائم بين الزوج والزوجة أو الأب وولاده أو الأم وولادها. دي على فكرة مش أول مرة نحكي قضايا من النوع ده، ولكن كل ما القضايا اللي من النوع ده بتكتر كل ما بيبقى غصب عننا إننا نحكيها. صدقوني الواقع مرعب أكتر بكتير جدا من قصص الخيال. البشر دول هم المادة الخام للرعب، أكتر المخلوقات رعبا وشرا على الإطلاق. وأنا شايف إن كفاية كلام ومقدمات لحد كده. يلا بينا نبدأ. اسمك وسنك ومكان سكنك وسبب تواجدك هنا. أحمد عبد اللطيف، عندي 26 سنة ومن الشرقية. طيب بالراحة بقى كده واحكي لنا عن سبب تواجدك هنا. أنا مش حابب أتكلم، مش حابب أقول حاجة زيادة عن اللي قلته، كفاية أنا مش قادر أتكلم أكتر من كده. لا 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 لا، بالراحة بقى كده. بص، أنت كده كده هتتكلم مرة واثنين وثلاثة، ما هو أصل الموضوع مش بمزاجك المرة دي. أنت عارف أنت فين؟ أنت في السجن. أنت مسجون في جريمة قتل ارتكبتها ضد مراتك، واعترافاتك وأقوالك في التحقيقات بتقول إنك قاتل وقتلتها ب12 طعنة نافذة، قتلتها غدر قصاد أطفالك التلاتة. هي دي بقى الاعترافات اللي أنت مش عايز تقول حاجة زيادة عنها؟ اتكلم يا أحمد، يمكن تكون دي آخر فرصة تتكلم فيها والناس تسمعك. بعدها يا عالم انت وضعك هيكون ايه، ويا عالم حد زي هيجي يسمعك ويخليك تتكلم ولا لا. انا والله كنت بحبها جدا كمان، بس تقريبا كانت ساعة شيطان وما كنتش شايف اي حاجة قصادي. انا فعلا مش فاكر ولا كنت شايف او حاسس انا بعمل ايه، كأني كنت في غيبوبة وعقلي مسلوب مني، كنت واحد تاني غيري، ما كنتش انا في اللحظة الملعونة دي. صدقني والله انا كنت بحبها وهي كمان كانت بتحبني، بس المشاكل بيننا في الفترة الأخيرة كانت كتيرة قوي. أنا عارف إني كنت قاسي عليها، بس طول عمرها بتتحملني. إيه اللي حصل يعني فجأة؟ مش فاهم. بدأت تتعصب وترد عليا كلمة بكلمة، بدأت تشتكي لأهلها وتعلي صوتها، وكمان بدأت تطلب الطلاق. عمرها ما كانت عملت كده يا أستاذ، تغييرها معايا كان سبب في إن الشيطان يدخل بينا. يا راجل، يعني انت تقسى عليها وتبهدلها وتشتمها وتضربها قصاد عيالها وتمنعها من زيارة اهلها وتمنعها انها تروح شغلها او انها تتواصل مع اي حد، وزيادة عن كل ده تحبسها وتهينها في بيتها وعايزها تقولك حاضر وتفضل متحملة كل القرف اللي بتشوفه معاك ده؟ عايزة تفضل قابلة وراضية تدخلات اهلك كلهم في حياتها وتفضل ساكتة وصبرة؟ عايزة تشوف البهدلة دي كلها وما تشتكيش وما تطلبش الطلاق؟ دي لو عبدة عندك مش هتعمل فيها كل ده. ده ايه البجاحة اللي انت فيها دي؟ انت عايز اي مبرر او اي سبب للي عملته؟ رايح ترمي سبب دخول الشيطان بينكم عليها؟ انت اللي كنت اعمى القلب والنظر والعقل وعملت عملتك. ما هي طول عمرها متحملاني، ايه اللي حصل جديد يعني؟ كانت فترة كنت تعبان فيها وكنت مضغوط وظروفي المادية مش قد كده،
وبعدين ما امي ما اقدرش اقول لها ما تتدخلش، دي امي وتحب لينا الخير يعني. تصدق بايه؟ اهي المقاوحة والتبرير ورمي السبب على ضحيتك يخلي الناس والمجتمع كله يقول انك تستحق اللي انت فيه، تستحق انك تعدم الف مرة. انتوا بتتجوزوا بنات الناس علشان تخدمكم انتوا واهاليكم وتطلعوا عينيهم وتهينوهم وتضغطوا عليهم، لو كمان مش مسموح انها تشتكي او تقول يا ناس ارحموني. هي ماتت وارتاحت وانت هتموت جزاء لعملتك السودة، ومش هيضيع في الاخر غير ولادك، ولادك اللي انت سوقت سمعتهم وسيرتهم طول عمرهم، هيفضلوا يتعايروا طول عمرهم بان ابوهم مجرم وقتل امهم. تخيل يتعايروا وهم ضحايا بسببك انت، وجاي تقولي ما هي طول عمرها متحملاني. البجاحة دي، انت عايز حد يتحملك ويتحمل عنفك وقرفك وقرف تحكمات وتدخلات اهلك ويفضل برضو يتحملك؟ انت عايز حد تستبيح نفسيته وكرامته وحياته ويتحملك العمر كله؟ كفاية، والله ما متحمل. انا ما كنتش قاصد، انا كنت بحبها وبيني وبينها عيال. انا عمري ما فكرت اعمل كده ولا كنت مخطط ان كل ده في يوم من الايام يحصل. كنت ببقى عارف انها شوية مشاكل وهتعدي، الشيطان هو اللي عماني وخلاني مش عارف انا بعمل ايه. لو الزمن يرجع من تاني والله ما كنت زعلتها ولا كنت اتعصبت عليها ولا عملت اي حاجة. يا ريت الزمن كان بيرجع بقى، كل واحد بيغلط بيتمنى الزمن يرجع بيه. بس صحيح قولي، ايه اللي خلاك تهرب بعد ما قتلتها وسبتها سايحة في دمها واستعيالك كده؟ ما كنتش شجاع وواجهت المصيبة اللي عملتها ليه؟ فكرت في نفسك لاخر لحظة وحتى ما فكرتش انك تبعد ولادك عن المنظر ده ليه؟ كنت بتهرب طبعا علشان تعيش ومحدش يمسكك، بس هل كنت هتسلم نفسك لو ما كانوش قدروا يقبضوا عليك؟ طبعا لا. كنت خايف ومرعوب ومعرفتش اعمل اي حاجة غير اني اطلع اجري. كل اللي فكرت فيه اني اخبط على امي في الشقة اللي تحت واقول لها اللي حصل واسيبها هي تتصرف وتشوف ممكن تعمل ايه. اول كلمة قالتها لي اني لازم استخبى في اي مكان وادتني فلوس، ومن ساعتها وانا معرفش ايه اللي حصل. كان عندي امل تكون ما ماتتش وتقوم تاني، كان نفسي فعلا ان الموضوع ما يكبرش ويوصل للموت. يعني انت عايز تطعنها كل الطعنات دي وتفضل لسه عايشة؟ ده اللي هو ازاي يعني؟ طيب اتحكى لينا من الجيران ان زوجتك الله يرحمها حصل في مرة انك اعتديت عليها بالضرب، ولما اتعورت اجبرتوها انت واهلك انها ما تتكلمش وما تحكيش لحد، ورحت بيها للعيادة بتاعتك تخيط لها الجرح. هل الكلام ده حقيقي وحصل فعلا؟ للأسف حصل، كانت خناقة وانفعلت، ضربتها وتعورت. هو انت على طول منفعل وما بتهداش كده وبتضرب وتعور وتموت عادي؟ كان المفروض انها تعمل لك محضر وتطلق منك علشان تنقذ نفسها وحياتها من واحد زيك، وانت تاخد عقابك اللي تستحقه. دي كانت اول واخر مقابلة مع المجرم ده، واللي من بعدها اتحكم عليه بالاعدام. شاب دمر حياته وقضى على مراته وخرب بيته وشرد ولاده في لحظة شيطان، لحظة هي كفيلة انها تضيع كل حياتك، وبرضه هي اللحظة اللي ممكن تغير حياتك بشكل جذري وللأحسن. وده اللي حصل مع اللي قتلت جوزها. تعالوا نشوف حكايتها في القصة اللي جاية. انا اسماء فاضل، انا مش محتاجة اي مذيع يسألني او يتعمل معايا اي لقاءات صحفية. انا رفضت اي لقاء اتعرض عليا وقررت اني اطلع اتكلم في فيديو واوضح للناس كلها كل اللي حصل. صحيح دي كانت قضية رأي عام وكل الناس عرفت ملابسات الجريمة زي ما بيقولوا، والصحافة اتكلمت والتحقيقات كانت بتتنشر اول باول، بس انا محتاج اطلع اتكلم، محتاج اقول كل اللي جوايا وفضفض، محتاجة ان الناس تسمعني انا وتحس باللي بقوله وتتخيل اللي كنت انا عايشاه. محتاجة اني ابقى قلت الكلمة الاخيرة في الموضوع ده ومن بعد كده مطلعش واتكلم في الموضوع ده تاني. انا عايز اعيش انا وولادي في امان وهدوء علشان اعرف اربيهم ونعيش حياة مستقرة. انا عارفة ان المجتمع او ناس كتير حكموا عليا باني قتلة وسفاحة رغم اني اخدت براءة. انا عارفة ان الناس عمرها ما هترحمني ولا هتبطل تتكلم عني، بالعكس انا كمان الناس هتخاف تتعامل معايا وهيتجنبوني، ويمكن ولادي كمان لما يكبروا يلاقوا المجتمع كاره امهم وبيتكلم عنها بشكل سيء. كل ده انا عارفاه. يمكن فكرت اني اخد ولادي واسافر ومرجعش تاني، بس مش عارف هعمل كده فعلا في يوم من الايام ولا لا. انا اتجوزت نادر جوزي بعد قصة حب طويلة، اتحملت ظروفه واستنيته سنين، قابلت بحاجات كتير وقفت قصاد اهلي علشان خاطره، عملت كل اللي ممكن تتخيلوه. كنت حطاه هدف الوصول ليه او الجواز منه، حياتنا مع بعض هدف ولازم اوصله.
ما كانش برضو انه عمل حاجات كتيرة جدا علشان نبقى لبعض ونكمل مع بعض. كان بيحبني جدا وكان بيتعامل معايا بكل حب وود واخلاص. اتجوزنا وخلفنا ولد وبنت. حياتنا ما كانتش مثالية، بالعكس الحياة كانت صعبة وتقيلة، ونادر كانت ظروفه على قده جدا، بس كانت الحياة بتمشي. وكل ده كان عادي، كل ده طبيعي، وبيوت كتيرة جدا عايشة بالشكل ده. بس كان بقاله سنة متغير، سنة كاملة بعد 11 سنة جواز، ومن قبلهم 7 سنين حب و 3 سنين خطوبة، عمر بحاله عشناه سوا. اتغير، بقى عصبي، بقى بيشتم ويضرب مهما كان بيعدي علينا من مشاكل وخناقات عمره ما عملها، وعمري ما اشتكيت لأهلي أو طلعت مشاكلنا برا البيت. بس الوضع بقى صعب، الإهانة والضرب زادوا بشكل عنيف. كنت خايفة أشتكي وأخرب بيتي بنفسي، بس دي أكتر غلطة غلطتها في حياتي. عرفت بعدها بالصدفة أنه بيخني، وطبعا زي أي زوجة اتحطت في الموقف ده، عملت خناقات ومشاكل كتيرة. كنت فاكرة أنه هيعتذر أو هيبعد عن الست اللي بيخني معاها دي، لكن كنت غلطانة. ما كانش فارق معاه اني عرفت، وما كانش مهتم بزعلي والمشاكل اللي حصلت. اشتكيت لأهله، لقيتهم كلهم بيقولولي اتحملي وبكرة هو يفوق، او العكس بقى انهم يدافعوا عنه ويقولوا عادي الشرع سامح له باربعة. لغاية ما جت الليلة الموعودة، الليلة اللي خدت فيها حقي وبالصدفة من غير اي تخطيط او سابق اصرار وترصد زي ما الناس في الاول كانت فاهمة. كانت خناقة من خناقاتنا، وكانت خناقة كبيرة جدا، خناقة مليانة ضرب وإهانة. كان عنيف جدا غير كل مرة، عنيف لدرجة اني قعدت اصوت واصرخ علشان اي حد ينجدني من تحت ايده. ما كنتش عارفة اتصرف ولا لاحق الضرب اللي بيضربهولي قدام عيالي. جريت منه، استخبيت في الحمام، وكسر علي الباب وسحلني في الشقة كلها، وبقى يخنق فيا. بقيت احاول واقوم اهرب منه لغاية ما دخلت المطبخ، ولكنه قعد يضرب فيا ويخنقني. وفي لحظة وانا بحاول ابعده عني، كان في جنب ايدي سكينة، بحركة سريعة عورته. أنا كان قصدي أعواره بس علشان يبعد، لأني كنت خلاص روحي بتطلع في إيديه. بس لقيته مات، قتلته في لحظة. مين كان يصدق إن من لحظة واحدة بس كان هو اللي بيخنقني، وكانت روحي هتطلع بين إيديه، ودلوقتي هو بقى جثة هامدة. فضلت واقفة قصاده وهو مرمي وسايح في دمه على الأرض، واقفة ومش عارفة أستوعب اللي حصل. ولادي كانوا قافلين على نفسهم باب أوضتهم من ساعة ما أبوهم كان بيضربني، وما شافوش اللي حصل. قعدت نص ساعة مش عارفة أعمل أي حاجة، متأكدة إنه ميت قصادي وقاطع النفس من أول لحظة. واللي كسر الصمت الرهيب ده وفوقني كان جرس الباب. حماتي طلعت تطمن علينا، هي تعودت تسمعني بصرخ واستغيث وما تعبرناش، لكن بمجرد ما الصوت يسكت تطلع، ما يهمهاش بقى يموتني ولا يذبحني ولا يعمل فيا إيه. هي كانت في الآخر لما نسكت تطلع تشوف آخر التطورات وتنزل بيتها عادي جدا. فتحت لها وأنا هدومي مليانة دم. الست اتفزعت للوهلة الأولى وكانت فاكرة إن أنا اللي حصل لي حاجة، لكنها لما دخلت وشافت ابنها سايح في دمه وقعدت تصوت وتصرخ وتلم الناس والجيران. البوليس جه وخدني معاه. قعدت يومين تلاتة في حالة صدمة عصبية حادة ومش عارفة أنطق. مكنتش بفكر غير في ولادي وبس. لما حالتي اتحسنت خدوني وحبسوني وحققوا معايا. انا في نظرهم قتلت جوزي بطعنة نافذة ادت لقتله، يعني اكيد اعدام ملهاش حل. لكني حكيت ليهم كل اللي حصل، كل اللي حكيته ليكم ده قلته لهم بالحرف الواحد. اتعرضت على الطب الشرعي، وفعلا لقوا اثر لضرب وتعذيب، ولقوا علامات خنق وجروح على رقبتي، ولقوا في ضوافره جلد مني نتيجة الجروح اللي تسبب لي فيها. لقوا ان باب الحمام كان مكسور فعلا زي ما وصفت، وسمعوا شهادة الجيران اللي قالوا ان في اليوم ده كنت بصرخ وبستنجد، ولما حد حاول يطلع ينقذني حماتي منعته على اساس ان دي مشاكل عائلية ما ينفعش حد يتدخل فيها. كل العلامات والادلة اثبتت ان كنت في حالة دفاع عن النفس نتيجة انه كان عايز يموتني. انا ما كانش قصدي اقتله اصلا، بس ما كنتش زعلان انه مات، ما ندمتش على اللي حصل، بالعكس انا عدت عليا لحظات وقلت يا ريتني كنت قتلته من بدري. كنت حاسة اني خدت حقي منه ولو عن طريق الصدفة او الخطأ. انا عارفة ان الناس قالوا عني اني قتلت قتلة وسفاحة ومجرمة، وان هو طيب وغلبان وضحية، وانه قد ايه حنين ومدلعني بناء على شهادة مامته واخواته. محدش فيهم عاش التجربة كاملة زي، محدش فيهم اصلا كان ممكن يتحمل اللي انا اتحملته ده. قتلته هو كان يستحق، كان يستحق.
والحمد لله ظهرت براءتي وخرجت من السجن. قدرت اخد ولادي وامشي القرية عايشة فيها خالتي. هنا الدنيا امان واهدى، وكمان ابقى ضمنت اني بعدت عن اهل جوزي لاني مش عارفة ممكن يعملوا فيا او في ولادي ايه. كل اللي اتمناه بس ان الموضوع ده يتقفل. اتمنى تنسوني وتنسوا قضيتي علشان اعرف اعيش. اظن من ابسط حقوقي اني ادافع عن نفسي وعن حياتي، والمحكمة نفسها برأتني. انا بس محتاجة اتساب في حالي انا وولادي، محتاجة اعيش بس. الحقيقة ان في ستات كتير بيبقوا ضحايا للعنف الاسري. ستات كل مشاكلهم في الحياة انهم اختاروا وتجوزوا الراجل الغلط. كل يوم بنسمع عن حادثة والتانية راح ضحيتها ست، كلها قضايا تحت بند العنف الاسري، والضحايا فيها يا اما ستات او اطفال. اوقات برضو الراجل هو اللي بيكون ضحية لست معدومة الاخلاق والضمير. لقد ضيعت الحياة الدنيا وزينتها، وخنت عهدك امام الله. استباح ضميرك بإزهاق أرواح بريئة طاهرة من أجل غرض دنيء قذر. سورت لك نفسك قتل زوجك وفلذات أكبادك برضا نفس وبتدبير وتخطيط أحمق وغبي، كي تحصلين على حرية مزيفة وتفعلين ما يحلو لك. شيطانان تآمرا على الخيانة وإزهاق الأرواح والغدر والخسة بدون أي ضمير وبدون ذرة ألم. أنتم شياطين الإنس الملعونين في الدنيا والآخرة من الخلق أجمعين. خرجت عن حدود الله وعن المنطق وعن العقل والإنسانية. تمردت على الفطرة وأتيت بفعل شاذ دون أن تتحرك بك شعرة. ألا لعنة الله عليك في محياك ومماتك وإلى يوم الدين. ولذلك حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة زينب علي همام السيد بإحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية. رفعت الجلسة. طبعا واضح جدا من المحاكمة وكلام القاضي ان دي واحدة قتلت جوزها وعيالها، بس تعالوا احكي لكم ملابسات الموضوع بالكامل علشان الدنيا تبقى اوضح من كده. دي واحدة ست متجوزة راجل بسيط جدا، شغال شغلانتين علشان يقدر يكفي مصاريف بيته ومراته وولاده التلاتة. طول اليوم بيسعى على اكل عيشه، وما بيرجعش البيت غير علشان ياكل وينام، وباقي اليوم مطحون علشان ولاده ما يحسوش باي حاجة ناقصاهم. كان اب حنون وزوج مخلص ورجل مثالي وطيب، والناس كلها في المنطقة بتحبه وتشهد له الخير. غلطة حياته يمكن كانت انه اتجوز الست دي. ست كانت السبب في نهاية حياته هو وولاده. وياريتهم كان ولاده هو لوحده من ست تانية مثلا. كنا هنقول مفيش جواها اي مشاعر ليهم. لكن دول ولادها. اللي حصل يا سادة ان الست دي كانت على علاقة بشاب في نفس المنطقة. وبعد مدة طويلة من معرفتهم وعلاقتهم المحرمة دي، قدر يقنعها انها تتخلص من ولادها وجوزها علشان يعرف يتجوزها. وفعلا نفذت الكلام وتخلصت منهم بدم بارد وبهدوء بشع. جابت لجوزها وولادها التلاتة عصير، وكان فيه سم كلاب. الولاد الصغيرين أول ما شربوا العصير ماتوا فورا، لكن الزوج قعد يتألم واتنقل للعناية المركزة، وساعتها الشرطة شكت في اللي حصل، وقدروا يعرفوا بمنتهى السهولة إن الزوجة هي اللي شربتهم السم. اعترفت الزوجة وأقرت بالجريمة، وكمان مثلت الجريمة بمنتهى الهدوء والثبات الانفعالي، وقالت انها كانت كارهة الحياة مع جوزها وبتكره ولادها لانهم منه. حاجة كده ما يستوعبهاش عقلك. اعتقد اننا كلنا كنا متخيلين انها لما هتعترف بالجريمة هتنهار مثلا، لكن الحقيقة مبررها كان دايما موجود، وهي انها مش بتحب جوزها وبالتالي مش هتحب ولادها منه. وقالت انها كانت عاوزة تتجوز الشاب اللي عرفته ده، وان هو قال لها تعمل كده علشان يعرفوا يعيشوا سوا. صحيح كان أسهل إنها تطفش فجأة كده وتسيبهم، لكنها كانت خسيسة وقررت إنها تتخلص منهم وللأبد. وعلى فكرة دي مش أول أم تقتل عيالها. في أمهات بتقتل أولادهم علشان يموتوا وما يتعبوش في الدنيا أو يتحرموا من بعض، وفي الآخر ما بيتسجنوش ولكن بيروحوا مستشفى للأمراض العقلية، لأن قواهم العقلية فعلا ما بتبقاش سليمة. لكن دي أم جحدة، وأقل ما يمكن إنه يتقال عليها إنها شطان. كانت أسهل وأسرع قاتلة تعترف بكل حاجة وبهدوء غريب ومستفز. عارف لو كانت انهارت أو حتى قالت إن الشاب ده ضحك عليها أو عملت كده في لحظة شيطان زي ما أي مجرم بيقول، أو قالت إنها ما كانش قصدها مع إنها حاطت السم بنفسها في العصير، كنا أكيد هنرتاح شوية. لكن البرود والهدوء واللامبالاة تخليك تتنرفز أكتر وأكتر وتحس إن في حاجة غلط. ومش بس القضية دي اللي ممكن تحسسك إن في حاجة غلط فعلا،
في بلاوي تانية كتير عقلك ما يستوعبهاش وما يصدقش وجودها أو إنها حقيقية. منى ونادية أختين كانت علاقتهم ببعض قوية جدا، علاقتهم ببعض فعلا يتحسدوا عليها لأنهم كانوا قريبين جدا من بعض ومش زي أي إخوات. الكل كان بيشهد ليهم وبيشهد بأدابهم والتزامهم وعلاقتهم الحلوة مع بعض. منى كانت أكبر من نادية بسنتين، اتخرجت من الجامعة وما لقيتش شغل مناسب، ونادية اشتغلت وهي كانت لسه في الكلية. كانت بنت مجتهدة وقد ما بتقدر بتحاول توفق ما بين دراستها وشغلها، وكانت برضو بتحاول على قد ما تقدر انها تساعد اختها وتدور لها على شغل مناسب ليها. وبما ان نادية لسه طالبة في الكلية فكانت بتحصل ظروف مرغمة عليها وخارج ارادتها تمنعها من انها تروح شغلها، زي الامتحانات مثلا. ساعتها اتفقت نادية مع اختها منى انها تنزل مكانها الشغل. كان الشغل عبارة عن مكتب ونادية بتشتغل فيه سكرتيرة، وطبعا نادية علمت اختها الشغل واتفقت معاها انها تاخد مكانها وقت الامتحانات، وده لانها مش عايزة تسيب الشغل وحد تاني ياخد مكانها، وخصوصا ان الشغل ده فرصة وهي مش عايزة تضيعها، ولان صاحب المكتب وعدها انها لو التزمت بالشغل هتشتغل بمرتب اعلى بعد ما تتخرج، فبالنسبة ليها دي فرصة عمرها ومش عايزة تضيعها. وافقت منى طبعا لانها ما صدقت انها تشتغل وقتها، لكنها لما جربت الشغل ولقت نفسها اتعلمت بسرعة وان الموضوع بسيط والمرتب كان كويس جدا، اتضايقت ان الفرصة دي جات لاختها وما جاتش ليها هي. خلصت نادية الامتحانات واتفقت مع اختها انها تستلم منها الشغل وترجع تاني لشغلها وتمشي الدنيا زي ما كانت، وطبعا منى اتضايقت اكتر واكتر. ومن هنا كانت الكارثة، الغضب، الغيرة، الحقد، الانتقام وسواد القلب، كلها مداخل للشيطان أو للأفكار الشاذة المؤذية والجرائم اللي بتهد الدنيا وبتخرب البيوت. اللي حصل إن منى اتفقت مع حد من أصدقائها اللي ما تعرفهمش أختها نادية، اتفقت مع تلات ولاد إنهم يخطفوا شنطة نادية من إيديها ويضربوها ضرب قوي، وكان الهدف من كل ده إنها تبان حادثة سرقة عادية، لكن الهدف الخفي هو إن نادية تاخد العلقة المحترمة دي وعظمها يتكسر وتقعد في البيت شويتين، وتفضل منى ماسكه مكانها لغايه ما تثبت وجودها في الشغل فياخدوها هي بدل اختها. غيره وحقد بين واحده واختها طول عمرهم بيحبوا بعض وجنب بعض طول العمر. المهم ان فعلا التلات شباب دول قدروا يخطفوا شنطه ناديه من ايديها وهي ماشيه في الطريق، وكان الطريق ده لسوء الحظ في التوقيت ده ما فيهوش ناس كتير. لما حاولت تدافع عن حاجتها وعن شنطتها وبدات تصرخ وتصوت ولما حاولت تدافع عن حاجتها وعن شنطتها وبدأت تصرخ وتصوت وتزعق، بدأوا يكتموا أنفاسها علشان محدش يسمع صوتها وينتبه للي هم بيعملوه. فضلوا خانقينها كتير جدا لغاية ما ماتت ما بين إيديهم. طبعا سابوها وجريوا بعيد عنها وكلموا أختها وحكولها على اللي حصل. منى ما حكتش لحد أي حاجة وسابت جثة أختها مرمية في الشارع كده، وكانت عارفة إن أبوها وأمها هيموتوا من القلق على نادية لأنها تأخرت جدا وتليفونها مقفول ومش عارفين يوصلوا لها. قعدوا لغاية الصبح ونادية لسه مرجعتش، وهم قلقانين جدا، وطبعا منى بتمثل القلق والخوف والتوتر وإنها خايفة على أختها معاهم. وطبعا بعد وقت حد شاف الجثة بتاعت نادية وبلغوا الشرطة، وإن من حسن الحظ إن بطاقتها كانت في جيبها مش في الشنطة اللي اتسرقت منها، ومن خلال البطاقة قدروا بسرعة يوصلوا لأهلها. كانت صدمة بشعة للأب والأم وهم شايفين جثة بنتهم المقتولة، واللي مش فاهمين ايه اللي حصل بالظبط ولا مين عمل فيها كده. مش فاهمين ان بنتهم اللي هي منى واللي كانت أقرب بني أدمى لأختها نادية واللي بتمثل جنبهم انها منهارة وهتموت من العياط والصدمة على أختها الوحيدة هي السبب في موت أختها. محدش في الدنيا يقول ان ده ممكن يحصل. هي ما قالت لهمش اقتلوها، ولا هي بنفسها قتلت أختها، ولكن فكرة انها تتفق مع ناس على انهم يأذوا اختها دي حاجة ما يصدقهاش اي عقل. مفيش منطق يقول ان الغيرة ممكن تعمل ما بين اختين الشر والعداوة لدرجة القتل او الاذى. بس انا عندي اقتناع تام ان كل واحد فينا جواه الخير والشر، كلنا نقدر ننتقم ونأذي ونقتل كمان، وبرضو نقدر نبقى احسن وافضل وقلوبنا صافية. مفيش شخص جواه خير مطلق او شر مطلق، ولكن في ناس بيوجهوا تفكيرهم للشر وبيتصرفوا بناء عليه. المهم ان منى طبعا كانت في حالة انهيار تام على موت اختها نادية، وكانت في العزاء اعصابها تعبانة ومنهارة من العياط، وحتى مش قادرة انها تتماسك علشان والدها ووالدتها. محدش عارف ان اللي منهارة دي كانت عارفة ان اختها اتقتلت ومرمية في الشارع وسابت اهلها كده لغاية ما يتفاجئوا. طبعا البوليس اشتغل على القضية دي وما سابهاش كده،
وقدروا من خلال الكاميرات اللي موجودة حوالين المكان اللي لقوا الجثة فيه انهم يعرفوا يشوفوا اشكال الثلاث مجرمين اللي عملوا كده في نادية. طبعا تم القبض عليهم، واللي بمنتهى البساطة اعترفوا على منى اخت نادية وعلى انها هي اللي اتفقت معاهم على ضرب نادية وسرقة شنطتها. ولما قبضوا على منى انكرت تماما انها تعرفهم وانكرت اتفاقها معاهم، ولكن سرعان ما قدروا يكشفوا كذبها بناء على الرسائل بتاعت الواتساب اللي بينها وبينهم. صدمة الاب والام هنا ما بقتش بس ان بنتهم ماتت مقتولة، صدمتهم الحقيقية هي اللي قتل بنتهم هي فعلا بنتهم التانية. التحقيقات ما زالت شغالة الى الان في القضية دي ولسه ما صدرش حكم المحكمة، ولكن واحدة زي دي تستحق الاعدام 1000 مرة على غدرها باختها. البشع في القصص اللي بنحكيها النهاردة هي ان كلها تقريبا حصلت في وقت متقارب، كل القصص دي معداش شهر على حصولها. والمرعب اكتر ان المجرم دايما هو اللي المفروض يبقى سند للضحية وامانها ومصدر قوتها. والحقيقة مش دي بس القضايا اللي كانت اكبر مثال على الغدر والخسة من اقرب الاقربين، ولا دي بس القضايا اللي حصلت الفترة دي، في قضايا تانية ابشع من اللي حكيناه. في اللي رمى ولاده من البلكونة، وفي اللي حرقت ولادها وجوزها، وفي اللي عذب مراته وحبسها سنين طويلة لغاية ما ماتت منه، في اللي قتل اخواته علشان الميراث، وفي اللي اتفق مع واحد انه يتهجم على مراته علشان يثبت انها انسانة خاينة ويفضحها ويطلقها وما يبقاش ليها اي حقوق، في اللي عذب بنته وشوه جسمها لغاية ما ماتت، وفي اللي رمى ولاده في الشارع وقرر ان هو مش عايزهم ومش عايز يربيهم، في اللي دبح اخته علشان كان بيشك في سلوكها رغم ان مفيش اي دليل في ايديه يقول ان اخته دي انسانة مش كويسة او ان سلوكها غلط، وفي اللي ربط ابوه وحرقه علشان كان قاسي معاه، واللي سرقت امها وسممتها علشان تعرف تهرب مع حبيبها. ده غير جرائم الاعتداءات والعلاقات المحرمه اللي بتحصل في البيت الواحد. المجتمع ده مليان بلاوي، مليان احداث وقضايا مرعبه اكتر بكتير من اي حكايه ممكن حد يالفها لك. عايز تخاف بجد اقرا القضايا اللي بتحصل اليومين دول في العالم كله. اصل الحاجات دي او القضايا اللي من النوع ده مش بتحصل عندنا كبلد او كوطن عربي بشكل خاص، الموضوع عام عام وفي كل مكان وبيزيد مع مرور الوقت اكتر واكتر. الواقع اكتر رعب من اي حاجة تانية، وزي ما قلنا فالبشر هما فعلا المادة الخام للرعب. بينا تكون انتهت القصة، اتمنى تكون عجبتكم القصة من اعداد وكتابة نهى الراعي، انا بشكرها جدا، بشكركم انتوا كمان جدا على حسن المتابعة وعلى الدعم الواضح. ما تنساش لو القصة عجبتك تعمل لايك وشير وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كمان ما تنساش تنضم لجروب عائلة الراوي على الفيسبوك علشان يوصلك الكواليس بتاعة المحتوى اللي بتتابعه. وبس كده، اشوفكم الحلقة اللي جاية وتصبحوا على خير.